بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع مثل ما ذكرت جزاك الله خير من غير سفر خوف ولا مطر، خوف ولا مطر. هذا يدل على عظم صلاة الجماعة وعدم العذر فيها. نعم، الجمع بين الصلاتين للعذر، عذر المطر أو نحوه، يدل على أهمية صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة. ووجه ذلك أنه أجيز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها من أجل إدراك الجماعة،